سرقة هي من بين الأضخم شهدها عراق ما بعد 2003 خلال الساعات القليلة الماضية. 3,700,000,000,000 دينار تختفي فجأة من حساب الأمانات التابع لهيئة الضرائب في مصرف الرافدين، فضيحة فجرها أولاً وزير المالية بالوكالة في خطاب إعفائه من المنصب، لتتوالى البيانات والاعترافات بعدها، ويدخل القضاء على خط التحقيق بسرقة نحو 4,000,000,000 دينار عراقي، أي ما يعادل 2,700,000,000 دولار. وفي تفاصيل القضية تكشف مصادر مطلعة من داخل وزارة المالية أن 5 شركات متورطة بسرقة 3,700,000,000 دينار على فترات زمنية امتدت ل11 شهراً من خلال الاتفاق مع شبكتي مسؤولين وموظفين ومدققين ومحاسبين عبر التلاعب بنظام الضرائب والعوائد الضريبية وتحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى خارج العراق تحت غطاء الاستيراد التجاري. وتبين المصادر أيضاً أن قسماً من المتورطين بهذه الفضيحة المالية الكبرى هم خارج العراق وآخرين موجودون في الداخل، وصدر بحقهم أوامر قضائية بمنع السفر في وقت تساءل اقتصاديون عن كيفية منح الشركات 5 مبالغ ضخمة وهي لا يتجاوز عمرها عاماً واحداً ورأس مالها 1,000,000 دينار ولم تمارس عملاً تجارياً داخل البلاد. خبراء قانون بدورهم أكدوا بأن 247 صكاً حررت بيد موظفي هيئة الضرائب للشركات 5، ما يمثل جريمة اختلاس قبل أن تودع الأموال في حساب الشركات وتسحب نقداه، فيما أكدت هيئة النزاهة الاتحادية أن القضية معروضة أمام القضاء وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.